يعني الأخ محمد الشياع السوداني ده يحاول يعني الآن على بعض المستويات الفساد والفاسدين ده يلزمهم عدة بعض المشاريع السكنية اللي هي لا بأس بها جيدة، ولكنه الآن الفاسدين ماخذين كل حرية عمليات. حرية؟ إيه طبعا طبعا. ما هو الرجل يتحدث عن أنه هذه المرحلة الوحيدة اللي الفاسد يشعر أنه هو مطارد. صحيح، أنا أقول لك على مستوى معين إيه يشعر مطارد، ولكن أنت أخذ مثل بسيط، إحنا ما كنا داعي نتعب حالنا. سرقة القرن، سرقة القرن مليارين ونص، هسه صح ده يتحدث هو وراح نتخذ إجراءات، بس أنا إحنا شفنا سرقة القرن أنه هاي الفلوس متجمعة اللي تشكل 3%، هو بعدين بالنهاية أنه هم مركزين فقط على أبطال الرجل أبطال وزير المالية في هذه القصة. لا هو ابطال سرقه القرن هو خوف افرجوا عنهم، قالوا يلا افرجنا نحن عنهم. زين، وهذا نور زهير وهذا زين، يا شنو 15 يوم حتى يرجع الفلوس. زين، مر تقريبا 9 أشهر يعني. فيعني يعني هاي القضايا الكبيره يعني. صحيح كل الزين خليه يمسك الناس، بس انا شو اقول؟ انا خلي اقول لك يعني انا حسب قناعتي، انا في تصوري الاخ السوداني لا ضد سرقه القرن ويريد يحاربها، ولكنه لا يستطيع. شنو اللي منعه؟ مكبل مكبل مكبل، لأنه الكثير من الجهات اللي هي لعبت دور في جلبه إلى السلطة، هذه الجهات ما يقدر أنه يقف بوجهها، ما يقدر يقف بوجهها. هذا يدفعني للسؤال ولإجراء عملية مقارنة. أنت الآن أستاذ محمد تقول هو مكبل غير قادر، تجربتك مثلا في تكليفك أيام تكليفك لتشكيل الحكومة كانت هناك قيود، كانت هناك شروط، لكن صحيح. النتيجة أنك قررت ترك طبعًا. القضية بالكامل طبعًا. دون أن تنفذ طبعا تلك طبعًا. القيود طبعًا. بالتالي طالما هو مقيد مكبل، كيف يمكن لنا أن نتوقع أن الرجل قادر على إدارة كل هذه الملفات بشكل؟ لا، هي يعني قسم من الملفات ما يقدر يديرها، أي على مستوى معين يقدر يديرها. زين، وطبعا همينا ما ننسى يعني، أنا حتى ما أريد أنه أخلي أريدهم أخذ إيجابيات الرجل، الرجل هو مندفع ويريد يطور البلد ويريد يتقدم بالبلد، هذا ما بأدنى شك، ولكنه هل يستطيع؟ هنا السؤال. طيب. زين، ما دام أنه كثير من الجهات الفاسدة اللي هي تلعب دور مركزي في سياسة البلد، أنا في تصوري عملية جدا جدا صعبة أن يصير إصلاح. جهات سياسية فاسدة تلعب دور مركزي في قيادة طبعًا البلد. طبعا. أي محاربة للفساد نتحدث عنها؟ طبعا طبعا، هي لذلك عملية صعبة، عملية صعبة، والمستقبل مخيف.